متابعة ملفاتنا أول بأول. لو تفتكروا الأسبوع قبل الماضي ناقشنا قضية الكروت الذكية الخاصة لصرف التموين أو الخبز المدعم طبعا من وزارة التموين، وكنا كان في ضيافتنا هنا في استوديو صباح دريم اثنين من السادة المسؤولين من شركة تكنولوجيا المعلومات أفت المنوط بها إصدار البطاقات الذكية وإصلاح أعطال ماكينات صرف البقالين التموينيين. كان معنا في الاستوديو هنا الأستاذ محمد خليل مدير التشغيل والعمليات بالشركة، والأستاذ إيهاب رمضان مدير مشروع التموين في شركة أفت. يومها الحقيقة جالنا سيل غير طبيعي من التليفونات من حضراتكم وشكاوى بطاقات واتصالات كتيرة جداً، ويومها ضيوفي الكرام وانا كنت بشيد بيهم الحقيقه لغايه ما تتر الحلقه كده نزل في النهايه، كنت بشيد بيهم ان هم شباب ولكنهم شباب واعد وقلبهم قوي على الساده المتصلين، وكان فارق معاهم قوي عايزين نمره فلان، طب المواطن اللي اتصل معلش عايزين رقم تليفونه بعد الهوا وكده. خلص الهوا من هنا، طلع التتر من هنا، احنا طلعنا بره والساده الضيوف طلبوا كشف. هما الحقيقه زمايلي في الاعداد ما بيستنوش لما الضيف يطلب، هما بيدخلوا بالكشوفات على طول يعني جاهزين ما شاء الله على طول. بس كمان يومها لفت للنظر انه الضيفين الكرام دول حقيقي هم اللي كانوا حريصين جدا ان هم ياخدوا كشوفات بالاسماء اللي اتصلت على الهواء، اللي هم قالوا سيبوا اسماءكم وارقام تليفوناتكم. تعالوا الاول نفتكر مع بعض كده جزء صغير من الحلقه دي وجزء صغير من الشكاوى كده اللي جت، ونرجع نشوف ايه الجديد او ايه اللي احنا النهارده عايزين نقول لحضراتكم ان احنا في صباح دريم تابعناه بعد هذا التقرير. استاذ احمد اسكندريه. ايوه استاذ احمد اتفضل. لو سمحت انا عندي مشكله في مكتب تموين باب شرق. مكتب تموين باب شرق. انا البطاقه بتاعتي ضاعت. تمام. البطاقه ضاعت، فروحت مكتب التموين قلت لهم البطاقه ضاعت، فكتبوا لي الورق اللي مطلوب، جبت اوراق من جديد ورحت دفعت 20 جنيه حواله في البنك الاهلي. تمام. ورحت اديت لهم الورق، بقالي شهرين دلوقتي كل 10 ايام اروح يقولوا لي لسه ما جاتش. لسه ما جاتش وما بصرفش تموين بقالي شهرين. انت مش معاك اذن صرف ورق ان انت عملت استمارة بدل فائد او بدل تالف؟ عملت محضر في الاسم. تمام. وحتى خدوا صور بطايق عيالي. ده اللي فاكره. خدوا صورة بطاقتي. تمام، هو بيعمل لك البدل. انت سلمت بقى الحواله في مكتب التموين؟ انت سلمت الحواله في مكتب التموين يا فندم صح؟ سلمت الحواله وسلمت شهايد من عيالي والبطايق. المفروض لما بتسلم حضرتك الحواله في مكتب التموين بيديك اذن صرف ورقي. تمام؟ هنتكلم بس هنا في المشكله ان انت ما صرفتش. تمام. طيب بص حضرتك بس احنا انا بس اصرف بيها عيش، لكن التموين ما بصرفش ولا طيب. 7 ولا 8 دلوقتي. استاذ احمد انا هقول لحضرتك حاجه. انت حق الصرف صرف التموين ده حق قانوني لسعادتك. فبالتالي انت بيطلع لك بون صرف ورقي علشان تصرف فيه التموين. ده ورق للعيش بس يا بيه. نعم يا فندم؟ اداني ورقه للعيش اصرف بيها عيش بس. لا انت المفروض تاخد التموين كمان. لا طيب هو ما ادكش الاذن. هو ما ادكش الاذن والمشكله احنا عايزين نحلها دلوقتي ان طيب حضرتك تاخد البطاقه. المشكله بتاعتك الذكيه على طول. بس كده نجيب لك الذكيه بقى. هو ما ادكش الاجراء، انت ما خدتش اجراءك ساعتها ان انت طلبت الاذن الورقي، فخلينا في الفايده ان احنا نطلع البطاقه الذكيه. فدلوقتي حضرتك بعد اذنك بس هتسيب رقم تليفون سيادتك وانا اتواصل مع حضرتك عشان ناخد الرقم القومي ونكشف عليها على النظام ونشوف موقف الطباعه بتاعه البطاقه دي ايه. طيب. ونكلم حضرتك نقول لك الموقف الصحيح ايه وازاي وتسلمها امتى ان شاء الله. طيب استاذ احمد اسمك استاذ احمد ايه؟ معلش انا عندي كذا احمد من اسكندريه، اسمك احمد ايه؟ احمد السيد عبد الحميد. احمد السيد عبد الحميد. حاضر. احمد السيد عبد الحميد. حاضر. مين يا شباب معانا؟ استاذ ابراهيم القاهره. ايوه باشا. اتفضل يا باشا. انا ساكن في حلوان. 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 محافظة ثانية. وكان بطاقتي في تبع البساتين بتاعت اللي بصرف بقى التموين. بطاقته ايه؟ بساتين. بطاقة التموين بتاعتي تبع البساتين. حلو. كل ما اروح اصرف بتاعي يقول لي لا احنا القاهرة، لان بطاقتك دي تبع القاهرة وانت هنا في حلوان، وهو اصلا ما فيش محافظة اسمها محافظة حلوان. فانا دلوقتي لازم اجيب مشوار من حلوان اروح البساتين عشان اصرف التموين، اروح المجمع بتاع حلوان اصرف التموين يقول لي لا انت تبع القاهره. هو على التوزيع الجغرافي القديم. بص هو خلينا بس نتكلم اداريا. الحاجه الثانيه ماشي. انا البطاقة التموين بتاعتي بصرف تموين بست افراد بثمان افراد، والعيش اصرفه بست افراد، رغم ان البطاقه اللي هي فيها 9 افراد في التموين. ايه ده تاني؟ يعني حضرتك بتصرف تموين ب8 وعيش ب6 وتقصر ب9. انت بتصرف تموين ب8؟
بصرف التموين ب8 والعيش بصرفه ب6 والعيش ب9 واصل البطاقه 9. ده ايه الكوكتيل اللطيف اللي في البطاقه دي؟ بص يا باشا خلينا نتكلم مع بعض استاذ ابراهيم. خلينا نتكلم مع بعض في حاجه. انت حضرتك دلوقتي مشكلتك محصوره بطاقه التموين. انا بطاقه التموين بتاع بطاقتي فيها 9 افراد. حلو ايوه ماشي. انما بصرف تموين بكام؟ ب8 ل6 لا ب8 ب8 قصدي ب8 في التموين. وعيش في التموين في العيش ب6 ب6. طب خلينا بس الاول يعني نخش في مبدا نتكلم في الحته بتاعت الحلوان والبساتين. بص يا باشا انا الحلوان يقول لي لا انت تبع القاهره. ما طيب انا جاي لك اهو. ادي ادي بس فرصه للضيوف يردوا عليك. هم فهموا خلاص. اتفضل يا فندم. اداريا حلوان والقاهره بقى حاجه واحده. انا الحلوان يقول لي لا انت تبع القاهره. طب استاذ ابراهيم اسمع. هو قال لهم كده انتوا حاجه واحده. قالوا له لا انا لسه جاي له. لا استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم انت علقت التلفزيون ليه؟ ما كنا كويسين. لا طيب اسمعنا طيب. بقى اتفضل يا فندم. استاذ ابراهيم حضرتك عندك مشكلتين. المشكله الاساسيه الاولانيه اللي هي حضرتك مش عارف تصرف في حلوان بطاقه من القاهره. هو بص اداريا كانوا المحافظتين منفصلتين وبعد كده انضموا، لكن تموينيا لسه. تموينيا دي ماسكاها شركه ودي ماسكاها شركه عشان بس نبقى واضحين. اداريا حاجه واحده لكن تموينيا لسه. لان طيب. دي ماسكاها شركه اصلا في التقسيم. التقسيمه اللي كانت متقسمه عليها شركات دي كانت ماسكاها شركه ودي ماسكاها شركه. طب في حاله الاستاذ ابراهيم بقى يعمل ايه دلوقتي؟ في حاله الاستاذ ابراهيم ان هو تبع بطاقته تبع القاهره دي شركه. وهو عايش في حلوان دي شركه ثانيه. فبالتالي هو هيصرف القاهره او يروح يحول بطاقته من القاهره او يحول القاهره حلوه. ده كان جزء من الحلقه اللي حصل فيها تفاعل كبير جدا الحقيقه من حضراتكم ومن ضيوفي الكرام. خلينا ناخد معانا على الهاتف ضيفنا الكريم اللي كان موجود معانا في الحلقه دي الاستاذ محمد خليل مدير التشغيل والعمليات بشركه افت. يا استاذ محمد صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا فندم ربنا يبارك لك. انا من كتر ما شكرت حضراتكم كده يعني بصراحه يعني ربنا يبارك مش عوايدنا اصلنا يعني في صباح دريم مش عوايدنا بس حقيقي لما بنشوف ناس مجتهده ومحترمه وبتحترم كلمتها وقلبها على المواطن من واقع مسؤوليتها ده كمان الحقيقه بيتوجب علينا ان احنا نقول شكرا. أتأمر عليك يا فندم واحنا اصلا من اول القياده لغايه اصغر واحد كلنا هدفنا المواطن. طيب احنا دلوقتي عارفين ان في مجموعه من الساده المواطنين اللي اشتغلتوا على مشاكلهم. طبعا احنا ده كان جزء بس كده استرشادي للحلقه يعني. خلينا نبدا بام محمد اللي كانت كلمتنا على الهواء وحضراتكم تفاعلتوا معاها. كانت بتتكلم على بطاقه زوجها فاروق حسن محمد سيد. تمام. عملنا ايه يا فندم؟ في البدايه خالص كلمنا الحاج محمد وهي قالت لنا ان المشكله تقريبا ان المشكله ان البطاقه مش موجوده معاها دلوقتي. فطلبنا منها شويه ورقيات. الورقيات دي بعتها لنا ابنها على الواتساب فخدنا الورقيات ديت وفعلا بدانا في طباعه البطاقه وبطاقه طبعت وموجوده معايا دلوقتي وانا دلوقتي في اسكندريه عشان ادرس. ولا ايه في اسكندريه يا فندم؟ انا دلوقتي موجود في اسكندريه عشان اديهم البطاقه. حضرتك رحت لها اسكندريه عشان تديلها البطاقه؟ انا دلوقتي في اسكندريه فعلا. يا فندم انا دلوقتي في اسكندريه. حضرتك دلوقتي في اسكندريه؟ طب يعني احنا دلوقتي في عهد دلوقتي بنلاقي فيه مسؤول فعلا. حتى لو حضرتك طبيعي كنت رايح اسكندريه بس انك تبقى مهتم انك تاخد معاك البطاقه من مكتبك مثلا يوم الاربعاء او الخميس وانك تكلم الست ام محمد وانك تقابلها في اسكندريه وتسلمها البطاقه ده في حد ذاته شيء رائع. سلمتها البطاقه بالفعل يا فندم؟ لا هو امبارح بس عشان وصلت متاخر فكلمت ابنها تقريبا استاذ احمد او محمد مش فاكر فكان الوقت اتاخر فعلا يعني كانش ينفع نتقابل. طيب عموما هي البطاقه معانا على الهواء دلوقتي. دي بطاقه الاستاذ فاروق حسن محمد سيد اللي ام محمد زوجته كانت كلمتنا على الهواء وبتشتكي. والحمد لله حضراتكم خلصتوا لها البطاقه. بطاقه الجاهزه بطاقه جوزك جاهزه يا ام محمد لو بتسمعينا دلوقتي على الهواء. طيب هي معانا على الهواء دلوقتي يا ام محمد صباح الخير. صباح النور. مبروك على البطاقه يا ام محمد.
ربنا يخليك يا استاذة منى. انا بصراحة مش عارفة اعمل معاكي ايه لان انت حليتي مشاكل كتير جدا. ربنا يعزك. لا يا رب ربنا يعني يخليك. ربنا سبحانه يعني وتعالى بيجعل زمايلي وانا سبب كده. استاذ محمد بصراحة في يوميها خد مني البيانات وعملها بصراحة. يا ريت الشباب كله يشتغل كده بلاش الكبار. الكبار دول تعبوا خلاص ما بيشتغلوش. والله مش كلام في السياسه يا محمد يعني. وبقى متابعنا بقى متابعنا على طول اول باول وخلصوها لي على طول. طيب دلوقتي استاذ محمد معاه البطاقه وانت هتستلميها بس كده خلاص. ربنا يخليكي. شكرا. انا متشكره قوي منك ومتشكره قوي من الاستاذ محمد. انا بشكرك يا محمد وده ده اقل حاجه. ده يعني ده حقك على البلد. ده حقك على البلد. انا بشكرك يا ام محمد ومبروك على البطاقه مره تانية. وكان في استاذ محمد معانا كمان مواطن الكريم الاستاذ حسن حامد احمد كمان كان عنده مشكله كبيره اعتقد ولفه غريبه كده في البطاقه عنده. عملته ايه في بطاقته يا فندم؟ البطاقه كانت تلخص مشكلتها في اصدار بدل فائت وهو كان راح عمل حواله كذا مره وعمل استعجالات كتير وكلام من ده. فاحنا خدنا منه البيانات وطبعنا له بطاقه جديده والبطاقه معايا برضو هقعد النهارده الظهر تاني. طيب رائع. ودي البطاقه على الهوا بطاقه استاذ حسن حامد احمد اعتقد كان من اسكندريه كمان استاذ حسن. وبطاقته دلوقتي مع استاذ محمد خليل. يا ريت يا استاذ حسن لو سمعنا. طب هو معانا كمان على التليفون. صباح الخير يا استاذ حسن. صباح الخير يا استاذ منى. مبروك على البطاقه يا فندم. الله يبارك فيك يا فندم. معاك استاذ محمد خليل على التليفون. اولا احب اشكر حضرتك طبعا وكل سنه طيبين. اولا طيب بالصحه والسلامه والمصريين كلهم بخير يا رب. الله يخليك. واشكر فريق الاعداد طبعا واشكر ضيوف الكرام واشكر بالذات الاستاذ محمد خليل على حل مشكلتي وحل مشاكل الناس. اولا انا ما كنتش متوقع ان الموضوع هيتحل بهذه السرعه وبحمد ربنا سبحانه وتعالى بجد والله العظيم في اهتمام بالمواطن الغلبان والبرنامج ده فعلا ناجح واتمنى من نجاح لنجاح يعني. ربنا يعزك. شكرا يا استاذه مني. اشكرك. بشكرك يا استاذ حسن والف مبروك. وبطاقتك مع استاذ محمد بقى تنسقوا مع بعض عشان تستلمها. استاذ محمد خليل تحت امرك يعني بالنيابه عن كل الناس بنشكر حضرتك. و و, و... دلوقتي في 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 كمان انا بقى معايا لسته كبيره كمان من نفس اللسته اللي كانت مع حضرتك. لان انا ده البرنت اوت منها اللي كان فيها بقى الحاجه هدايه واستاذ نصر فخري وكل بقى المشاكل دي كلها محمد لطفي دياب ومنال عبد الحفيظ وكتير جدا من المواطنين. الليسته اللي على الشاشه دلوقتي دي ورضا وهبه السيد ومنال فرج واشرف شنوده ومحمود عبد الله ونهله وناس كتير قوي. دول كلهم يا فندم احنا بنشتغل على عليهم ما عدا في انا شايفه في حوالي 6-7 اسماء حضرتك كاتب انه لم يرد على الهاتف. الناس دي ما بتردش على تليفوناتها. لا هي بس احنا كنا شغالين في الموضوع كذا فيز. يعني كنا الفيز الاولانيه اللي هي الناس اللي ردت علينا في ساعتها فابتدينا نشتغل على الموضوع. الفيز الثانيه احنا هنشتغل فيها ان احنا هنرجع نتصل بالناس دي تاني علشان الناس اللي ما ردتش تاني علشان خاطر يرد علينا عشان خاطر نحاول نحل المشكله. هي فيهم تقريبا واحده من اسكندريه وفي الباقي واحده من الفيوم والباقي من القاهره. بس انا في العربيه فانا بقول لك اللي انا متذكره والباقي تقريبا من القاهره وجيه. فده هنتصل بيهم تاني بس من اول يوم الاحد ان شاء الله. طيب علشان نبدا نحاول نحل مشاكلهم. طيب خلاص باذن الله. وانا دلوقتي لما اقفل مع حضرتك هقرا الاسماء دي سريعا برضو عشان انا عارفه ان هم من مشاهدينا الكرام اللي بيتابعوا حلقاتنا اول باول. فلو فيهم حد برضو دلوقتي يقدر يتواصل معانا يبقى جميل جدا. انا بشكرك استاذ محمد جزيل الشكر. وانت يعني حضراتكم بجد بتقدموا نموذج لكلمه حب الوطن. الكلمه اللي هي بعيده بقى عن الشعارات يعني حب الوطن. انت لما تشتغل شغلك وكمان تدي فيه شويه زياده لانه اعتقد انه مش من صميم شغلك انك تطلع اسكندريه وتاخد البطاقه بنفسك وتسلمها للست ام محمد يعني. فدي يمكن حاجه ستيب يعني اعلى شويه من كمان اللي احنا عايزينه. بس احنا كلنا محتاجين في الفتره دي نعمل كده على فكره. القصه كلها مش الاداء اللي بيعمله محمد خليل لان محمد خليل مش هيعمل اداء الا لما يكون في تيم تحت بيعمل فعلا اكتر من اللي هو المطلوب منه وفي ناس في مديرين لينا بيفكروا استراتيجيا بفكر اقوى من المفروض الطبيعي. فده الحقيقه الموجوده حاليا. محمد خليل في النص ده عباره عن ترس في آلة. الاله كلها شغاله بميكانيزم عالي جدا خاصه من شركه افت شركه حكوميه الوحيده الموجوده في السوق. فكون ان يبقى فيه شركه حكومه بفكر استراتيجي قوي بفكر على الارض
الناس مستعدة تضحي بأي حاجة عشان خاطر تنفذ وعشان خاطر المواطن، هي هم دول محتاجين الشكر الأساسيين. أنا واحد بيوصل في الآخر. تمام، أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد خليل مدير التشغيل والعمليات في شركة أفت.